السلام عليكم. في البداية الحلقة دي موجهة لأي شخص حابب ان هو ياخد خطوة ويبدأ في مجال التصوير وشايف ان ده حلمه وهدفه وحابب يتفرج على تجربة حد غيره. مش شرط الشخص ده يكون اعلى حد في الدنيا او اكتر حد ناجح في الدنيا، لكنه اكيد مر بتجارب اكتر منك بكتير، واكيد اكيد التجارب دي هتفيدك وهتتعلم منها. وانا ناسي ايه؟ الانترو. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ ما تروح تشوف لك شغلانه ثابته ولا اي حاجه ليها دخل ثابت بدل العبط وضياع الوقت اللي انت عمال تعمله ده. رقم واحد، ما تخليش حد يحبطك. دايما هتقابل ناس من نوعيه انت بتعمل ايه، انت كده بتضيع وقتك، ما تروح تشوف لك شغلانه ثابته. كل الكلام ده اكيد هتقابله طول ما انت اخترت حلمك واخترت حاجه انت اكيد بتعبر بيها عن نفسك وحاجه عكس المتعارف عليها. دايما الناس بتميل للشغل الثابت اكتر او الشغل اللي هو ما فيهوش مخاطره اكتر، لكن انت اخدت شغل خاص. شغل خاص بيك ده انت بتخاطر بيه، يا انت بنفسك طورت من نفسك ونجحت بيه، يا اما وقفت عن التطوير من نفسك وفشلت. فده طريق انت خدته، طريق صعب جدا وتحدي صعب جدا. فانت اكيد لو حاولت ان انت تطور من نفسك وتوصل لحاجه واخدت الموضوع تحدي وسبت كلام الناس على جنب، اي حد بيقولك اي حاجه من نوعيه انت بتعمل ايه والكلام ده وتحطه على جنب، اكيد اكيد هتوصل لحاجه كبيره جدا. يا عم ماشي، بس انت عايز تفهمني ان من كل المصورين دول وعدد المصورين اللي بقى كتير قوي انت اللي هتتشاف وهتظهر يعني؟ اما رقم اتنين يا سيدي فهي التميز. دايما انا اول ما كنت بادئ التصوير كنت دايما ببص لفكره ان المصورين فعلا كتير، والموضوع ده كان هيخليني يجي لي احباط. لكن في شخص قعد معايا وقال لي ان لو في مليون شخص بيقدموا نفس الحاجه بنفس الطريقه بنفس كل حاجه، فكل واحد هيبقى ليه بصمة مميزة عن غيره والناس هتحبه عشانها. بس خلي بالك، عشان تكون مميز الحلم بس مش كفاية. اتفرج على مصورين عرب واجانب، اتفرج على مصورين مصريين، شوف كل واحد بيعمل ايه، اتفرج هتلاقي كل واحد ليه بصمة مختلفة. جرب كتير، جرب كل انواع التصوير. انت عشان تتعلم اصلا وعشان تعرف انت مميز في ايه من انواع التصوير لازم تجرب كل انواع التصوير وتشوف انت ايه اكتر حاجة حبيبها او ايه اكتر حاجة شايف نفسك فيها وتكمل فيها، وتبتدي بقى تتخصص اكتر وتشوف المجال ده وتقرا عنه اكتر وتتفرج على مصورين عرب واجانب في نفس المجال. واكيد لو عملت كده فانت هتوصل لحاجه كويسه جدا. مستحيل تعرف انت عايز ايه بالظبط غير لما تجرب كل حاجه. في ويدنج فوتوغرافي، في ناس بتصور ميك اب، في ناس بتصور اكل، كل واحد من دول انت لازم تجرب معاه وتتفرج عليه وتشوف ايه اكتر حاجه الناس عاجبها شغلك فيها، انت نفسك فرحان وانت بتعملها، وساعتها هتعرف انت ايه اكتر حاجه لو كملت فيها هتنجح. رقم 3، قارن نفسك بنفسك. دايما الحاجات اللي انا بقول لك اتعلم منها، بقول لك اتفرج على مصورين عرب واجانب، دايما خليها مجرد حاجات انت بتتعلم منها مش بتقارن نفسك بيها. لانك لو قارنت نفسك بيها فانت هتعلي عند نفسك سقف التنفيذ، هتوصل لحاجات معينه انت مش قادر تنفذها في الوقت الحالي، فهتخلق عند نفسك حاجه اسمها فجوه الابداع. فجوه الابداع دي يعني انا اتفرجت على حاجات كتير جدا اتعملت بامكانيات عاليه جدا وانا عايز انفذها دلوقتي، فهتفضل في فجوه الابداع. وطبعا عشان تتلاشى فجوه الابداع دي فانت لازم كل حاجه تتعلمها تنزل تجربها وتقارن نفسك بنفسك قبل كده. يعني انا كنت فين الشهر اللي فات ودلوقتي بقيت فين، كنت فين من سنه ودلوقتي بقيت فين. قارن نفسك بامكانياتك بكل حاجه ما بين قبل كده ودلوقتي. اتفرجت كتير، وقف، انزل جرب. حاجة الأخيرة بقى، ما تستعجلش. طب أنا عملت كل اللي أنت قلت عليه ولا اهتميت بكلام الناس وحاولت بقدر الإمكان إن أكون مميز ويبقى ليا بصمة خاصة بيا وما قارنتش نفسي بحد وقارنت نفسي بنفسي، بس برضه لسه ما جاليش شغل. وخليك دايما عارف إن أي سلم عشان توصل للسلمة الأخيرة فيه فأنت لازم تعدي على السلمة الأولى. زي ما بيقولوا كده مشوار الألف ميل بيبدأ بخطوة مش بيبدأ بقفزة. والخطوة الأولى أو السلمة الأولى بالنسبة لأي مصور وهي الداتا أو الصور الناس هتشوفها وتعرفك من خلالها. الداتا دي انا هعملها ازاي وانا اصلا ما عنديش اي شغل؟ انت ممكن تنزل مع قرايبك، صحابك، حد من معارفك تصورهم، عندك فرح حد قريبك ممكن تنزل تصوره، لو صورت كل اللي انا قلته ده ببلاش فانت اكيد عملت لنفسك داتا تقدر تعرضها على السوشيال ميديا ومن خلالها تجيب شغل. بس اهم حاجه تستمر. خلينا متفقين ان الحلقه دي هي حلقه مهمه جدا عن مقابله التصوير وقرارك عشان تبقى مصور. ومن الحلقات الجايه باذن الله هنبتدي في كورس التصوير وحابب اطلع معاكم السلم سلمه سلمه لحد ما اكون متمكن من ادواتك. لو عجبتك الحلقه دي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير.